واللي كتضم واحد عماله وستة اقاليم، وكتضم ايضا 113 جماعه من 91 جماعه قرويه. المساحه الاجماليه اكثر من 82 الف كيلومتر مربع، وكتمثل 6.11 من مساحه التراب الوطني. عدد السكان تاع المنطقه الشرقيه، انا كنتكلم دائما على المنطقه الشرقيه، حوالي 2 مليون نسمه، 38 فيها من الساكنه القرويه. اذا بالنسبه للمساحه المسخية